ازيكم يا جماعة، وجمعة مباركة على كل المتابعين والمشجعين والداعمين. تحياتي ليكم من قناة نجم العاصمة. امبارح كلنا شفنا الأحداث اللي حصلت في حفل سعد المجرد، اللي كان من المفترض ان الحفل ده يقام على مسرح مدينة سندباد لاند في بغداد العراق. طبعا امبارح شفنا قلة من الحاقدين والحاسدين، طبعا مش الجميع، ومش بجمع توضيحا للفيديو اللي نزل امبارح اللي هسيبه لكم في الاي دلوقتي اللي هتطلع لكم اتفرجوا عليه. امبارح شفنا الناس دول وهم بيحاولوا يدخلوا المكان اللي كان هيقام فيه الحفل الغنائي اللي هيتعمل، وهو مدينة سندباد لاند، وكان سعد المجرد موجود بداخل المكان عشان مستعد مع الفرقة بتاعته والبروفات شغالة قبل الحفل. فطبعا مدينة سندباد لاند منعا للدوشة والإزعاج ألغت الحفل ده حفاظا على الفنان الكبير سعد المجرد. طبعا تحياتي لإدارة مدينة سندباد لاند على القرار اللي خدوه في وقت قليل جدا، ان هم برضو يهمهم الحفاظ على نجم كبير في حجم سعد المجرد، ان هو يبقى في امان والحفل تتعمل بامان وعلى مستوى السلامة والأمان العالي. توضيح مهم جدا جدا جدا، لكل واحد ناجح أو لكل واحد مشهور ونجمه عالي زي ما بنقول، بيبقى فيه ناس وراه بتحاول إن هي توقعه عن النجاح ده وتحبطه، وبيبقى ليه حاسدين وحاقدين، وبيبقى ليه اللي هم بيسموهم أعداء النجاح. فطبعا ما علينا بالقلة دي وما علينا بالمجموعة الصغيرة دي، حاجة بسيطة جدا، جمهور سعد المجرد في جميع أنحاء دول العالم أحبه من أحبه، لأن المحبة دي من عند الله مش من عند أي حد ولا لينا تدخل فيها، المحبة دي من عند ربنا. فطبعا الحب ده كبير وبان جدا في التعليقات اللي انا شفتها امبارح، فعلا في جمهور كبير جدا بيحب سعد المجرد. انا اول واحد من الجمهور ده على المستوى الشخصي، بحب وبدعم الفنان الكبير سعد المجرد فنيا وشخصيا. ما علينا بالاشاعات وما علينا بالكلام الكتير، يا جماعة ما نصدقش الا اللي نشوفه بعينينا، ما نصدقش غير اللي احنا بنشوفه فقط. اللي احنا بنسمعه وارد ان هو يكون فيه لخبطة في الكلام، وارد ان هو يكون فيه اضافات مغرضة واضافات حاسدة، ودايما العين ما بتحبش تشوف حد احسن منها. انا مش زعلان ان الحفلة اتلغت ولا حاجة، بالعكس انا مبسوط ان النجم سعد المجرد بخير وسلام، ومش اول واخر حفلة ومش اول واخر نجاح. ان شاء الله النجاحات جاية كتير، وجمهورك في كل حتة مستنيك، تنور اي مكان وتشرف اي مكان. تحياتي للشعب العراقي المحترم الراقي، بعيدا كل البعد عن القلة اللي حصل منها التدخل الغير متحضر والغير انساني بالمرة. ببساطة وخلاصة الموضوع، احنا كلنا كعرب بنحب بعض وبنحب الخير لبعض، وما علينا من المزعجين والحاقدين المحبطين اللي هم بيحاولوا ان هم يثيروا البلبلة ما بين الناس في كل حتة. مش هطول عليكم الحلقة، ده كان باختصار فيديو توضيحي عن الفيديو اللي انا نزلته امبارح بخصوص الغاء حفل سعد المجرد في بغداد على مسرح مدينة سندباد لاند في العراق. احب اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. تحياتي ليكم من قناة نجم العاصمة، وياريت الخير لكل الناس وفي كل مكان يعم الخير والحب والسلام. احب اشوفكم على خير في حلقات تانية كتير، وجمعة مباركة وخير علينا جميعا. وبشكر جدا كل الناس اللي بتدعمني وبتعلق تعليقات جميلة، وبرضو بنحاول ندعم بعض، بنحاول نوصل المعلومة بشكل صحيح، واختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. احنا كلنا بنحب بعض وكلنا عايزين الخير في كل مكان. اشوفكم في حلقات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.